مما لا شك فيه الأول، أهلا بكم. مما لا شك فيه أنه زي ما بقول لكم كده، يعني الألم في المغرب هو نفس الألم في مصر، مما لا شك فيه. التضامن المصري على مستوى الدولة وعلى مستوى الشعب، والتضامن مع الإنسانية بشكل عام، فما بالك بالتضامن مع الشعوب العربية والشعب المغربي في هذه الكارثة الإنسانية. زلزال المغرب، واللي للأسف الشديد هناك منه الكثير من الضحايا، انتقلوا إلى جوار ربهم، ربنا يرحمهم جميعا. طيب إزاي، خد بالك بقى، إزاي تقدر تقول كده إنشائيا تصميم المنشآت إلى آخره يكون تصميما آمنا، ده من ناحية، بنحس أنه نبقى دائما جاهزين لاحتمالية وقوع كوارث طبيعية عموما بشكل عام. ربنا يا رب يبعد أي حاجة عن مصر ويبعد أي حاجة عن أي بلد في الدنيا. خلونا نحاول نفهم أكتر حول هذا الموضوع، ومسألة كمان كيفية البقاء آمنين خاصة بعد وقوع هزة أرضية بهذا الحجم. أحيانا زي ما بنسمع وبنقرأ كده يقولك ليها توابع. فبينضم لينا عبر زوم خبير الزلازل الدكتور المهندس أيمن مسلم، أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة كاليفورنيا. أهلا بيك يا دكتور. طبعا أول حاجة يعني بتقدم التعازي بالنيابة عنا وعن طبعا جمهورية مصر العربية لأهلنا في المغرب عن الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات. وطبعا أنا أسعد إن أنا أكون معك في هذا البرنامج، وأرجو أن يكون في إفادة للمشاهدين إن شاء الله. أشكرك يا دكتور. أنا بس هستأذن لو حضرتك تعلي صوتك شوية. أوكي، إذا أنا بتكلم بالتليفون اللي أنا عاوز أقوله، طبعا حضرتك قلت كلام مهم جدا، إن هو يعني ايه اللي المفروض نعمله بحيث ان احنا نتفادى او نقلل من الخسائر في الارواح والمنشآت وهكذا. وحاجه نفسي بس اقول ان في ثلاث حاجات لابد نفكر فيها. لو بصينا للزلزال كسايكل، في حاجه قبل الزلزال، في حاجه اثناء الزلزال، وفي بعد الزلزال. قبل الزلزال في حاجه اللي هي عندنا فرصه، للاسف احنا بس لما بيحصل حاجه ناس بيحصل فيها هلع وخوف، وبيقعد اسبوع اسبوعين وبعدين كله بيتناسى هذا الموضوع، مش بس في بلادنا العربيه، في كل مكان، حتى هنا في كاليفورنيا. فهي النقطه الاساسيه ان هو لابد يكون في تدخل مدني وطبعا باشراف حكومي. الخطوه الاولى زي ما حضرتك قلتها وهي مهمه جدا، ان انا الاول اتاكد ان المباني الموجوده مصممه بحيث ان هي تتلقى صدمات الناتجه عن الزلازل. والحمد لله من اكثر من 10-15 سنه الكود المصري حدث نفسه واصبح في سكاشن او ابواب مهمه جدا بتتطلب من المهندس ان هو يدخل التصميم للزلازل في اي مبنى. طبعا في المباني يمكن الدور او دورين ما يبقاش فيها الريسك او المجازفه كبيره، ولكن الحمد لله ما حدش يقدر يقول مثلا ان احنا عندنا مثلا، اتكلم على مصر، ان ما فيش مثلا كود للزلازل، لا، عندنا كود من الزلازل بيضاهي اي كود موجود عندنا هنا في امريكا او في اي بلد في العالم. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه حاجه برضو تطرقت ليها ودي مهمه جدا، هي موضوع ازاي انا اتاكد انه او اقلل من حدوث المصايب. اول حاجه هي عاوزه برنامج يعني وشغل ورؤيه. اهم شيء وطبعا لابد ان يتدخل فيها الحكومه لان هي بها القوه ان هي يعني تضبط هذه الامور، وعندنا اجهزه معنيه، مثلا هذه منها مثل وهو التفتيش الفني في المركز القومي للبحوث والاسكان والبنى، وهما يعني المركز ده فيه حوالي 300-400 دكتور، منهم تخصصات مختلفه ومنهم في الزلازل ايضا. في التفتيش الفني او مكتب التفتيش الفني يمكن ان يحصل فيه مبادره، ونتمنى من خلال برنامج حضرتك المحترم ان يكون فيه مبادره، ويمكن يكون فيه وانا لا اعلم، ولكن ان يكون فيه مبادره وطنيه او قوميه بحيث ان احنا نبص على الاماكن اللي فيها احتماليه وقوع الزلزال
وزي ما حضرتك عارف ان احنا مش في اماكن خطيره جدا في مصر او تاريخنا يعني، لكن في الجزء الجنوبي من خليج السويس، في شمال البحر الاحمر، في خليج العقبه، في الاماكن دي بيبقى فيها تحركات جامده او اكتف ايرثكويكس يعني، او الاحتماليه اكبر. ولكن طبعا هي حتى لو كانت جوه البحر المتوسط برضه احنا بنحس بيها، زي ما حصل في 1992 وحصل الزلزال. حتى لو تفتكر في يعني في 1992 معظم الخسائر كانت في العشوائيات، والحمد لله يعني الحكومه يعني قايمه بالواجب. يمكن الناس زعلانين شويه، ولكن بتحاول هي اوريدي اندايركت من غير مش مباشره، هي حل العشوائيات ده مش ليه سبب واحد. من الاسباب اللي انا افهمها كويس جدا انه بيقلل ان احنا نضحي بالناس اللي عايشين في العشوائيات. طبعا هم مش حاسين بهذه النعم. بس حتى لو شفت يا استاذ يوسف زمان في 1992 لو بصيت عليها، وانا نزلت مصر عن طريق بعثه هنا عشان نعمل مسح، وحضرتك معظم الحاجات دي كانت في الاماكن اللي هي العشوائيه، ما كانش في حد قادر يخش، ولا مطافي ولا عربيات نقل ولا معدات لو حضرتك تفتكر. ودي كانت مصيبه كبيره ونسيناها. فلما الحكومه اتحركت في العشوائيات يمكن كان المفروض يعني نضيء الفايده الكبيره فيها، عشان ما حدش يقول ده بيعملوا فيا ايه كده. ابدا، ده انا بحميك وبحمي اولادك. فانا قصدي برضه انا بقول الكلمه دي عشان برضه الناس يوعوا لهذا الموضوع، مش عاوز اطلع حضرتك عليه، لكن ده مهم جدا. فانا يعني من رايي انه يحصل في مبادره نبدا فيها ان احنا نبص على الاماكن الاثريه، الاماكن المباني القديمه، المباني الحيويه بالنسبه لنا، حتى السدود وكل الاماكن دي، ونبدا نعمل لجنه قوميه ان احنا نعمل تصنيف لهذه المباني. مش كل المباني وقف، ولكن انا بقول مثلا يكون في تقسيم في على حسب الريسك او الاحتماليه ان يحدث. فنبص في الاماكن اللي هي العشوائيه اللي باقيه يعني، وانا عارف ان في تحرك جامد من الحكومه في تغيير هذا المسار، ولكن لابد نبص فيها بهذا، ويبقى عندي جدول وطني قومي موجود فيه بالظبط. هنا مثلا بنديله مثلا الاحمر، الاخضر، البرتقاني، بحيث ان انا عن طريق الحكومه وممكن مساعدات في الاماكن اللي هي الفقيره وكده، ان احنا نبدا بلجان ان احنا يعني نقوي هذه المباني. ان احنا نعمل تفتيش على السلامه الانشائيه للمباني ايا كان نوعها، ان كانت اثريه قديمه او متوسطه او حتى حديثه يعني، وبالذات كل ما تم بناؤه او متواجد على الاراضي المصريه قبل تقريبا 94 95 يعني، لانه الزلزال كان 92 اظن، تغيير الكود المصري بدا في منتصف التسعينيات لو انا متذكر مظبوط. فيتعمل جدول للتأكد من السلامة الإنشائية واتخاذ اللازم. دكتور أيمن، كان ليا شرف الحقيقة أن أنا استقبلت حضرتك على التليفون وعلى زوم، وأتمنى أنه في زيارتك القادمة للقاهرة تكون منورنا ومشرفنا في البرنامج. هبقى سعيد سعادة بالغة الحقيقة بوجود حضرتك معانا. كل الشكر ليك يا دكتور، ألف ألف شكر. أنا أتشرف وأنا تحت أمر مصر في أي مكان. شكرا ليك يا فندم، ربنا يخليك. أشكرك، وهو المتوقع دائما من القامات الكبيرة ومن كل المصريين. كل الشكر للدكتور المهندس أيمن مسلم، أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة كاليفورنيا.